أنا أعتذر أمام كاميرات الإعلاميين عن بصراحة الضغط النفسي والانتظار الممل ينعكس على الأخوة الصحفيين، وغايتكم أنه إيصال صوت وقرارات المجلس إلى أبناء محافظة ذيقار. سوف أعدكم، طبعا موافقة بناية التدريب والتطوير حصلت من وزير الكهرباء ودولة رئيس الوزراء، وخلال الأيام القادمة سوف يتم إشغالها بعد ترميمها وتأثيثها، وسوف يكون جناح يليق بالأخوة الإعلاميين. وأنا أعتبر الأخوة الإعلام هم ضمن هيكلة المجلس، كونهم هم السلطة التي تقيم عملنا وتنقل لنا معاناة الشارع.